أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أجندة ثقافية. من خلال جولة كاميرا البرنامج نحاول نسلط الضوء على مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية في بلدنا الحبيب الكويت. مسرحية اسمها بلو بوكس عن الحرب إجمالاً والولاد اللي عايشوا الحروب. في كذا قصة، هي المسرحية بتتضمن كذا قصة مش قصة واحدة، مترابطين مع بعضهم عن بلدة كان كل العالم فيها سعيدة وفرحانة وبيجي عليها الحرب وبيصير في كذا حادث جوات هيدي البلدة. دار الأثار، نحن مش أول مرة بنعمل مسرحية بدار الأثار، هذيك السنة عملنا مسرحية أنتيغون تبع جان أنوي بدار الأثار بس كنا بالكويت بالبلد، يعني هالمرة عم نعمل أول مرة باليرموك. دور أول شيء حلو تكون بدار الأثار لأنه شيء عن تراثي وفي قصة العرب اليوم اللي عم بيعيشوها الأطفال كل يوم بكذا بلد مش ببلد معين، كل البلاد العربية عم تعيش حروب وفي بلاد غير عربية، نحن محددين أكثر على البلاد العربية وعاملينها تقريبا باللغتين العربي والإنجليزي. وأنا دوري عن مرة بالبلدة ما بتقدر تساعد، يعني حاسة حالها معنية بس مش معنية بنفس الوقت وما عم تقدر تساعد شخص معين بهيدي القصة، فمثل بتحس بالذنب ومنا عارفة إذا هي لازم تحس بالذنب أو لا. قد ما يكون نحط اللغة العربية بكل مكان، يعني شاركنا باسم المجلس الوطني في ادنبرا السنه طافت وهالسنه هم راح نسافر، كانت المسرحيه اسمها انتيغوني صايره ميكس بين عربي وانجليزي، فان فكره المسرحيه ان احنا ننشر اللغه العربيه لكل الدول، فحتى واحنا هناك المسرحيه حتى كان في ناس اجانب حاضرين فهموا مع انه ما يعرفون عربي بس فهموا من الاكت مع التمثيل وكذي مع الحركات فهموا شنو احنا قصدنا بالكلمات وكذي، وطموحنا الجاية ان احنا يعني ننشر اللغة العربية بكل مكان، يعني نخلي حتى الاجانب مثل ما هم يجون الكويت يتكلمون انجليزي ويتكلمون بلغتهم، احنا نبيهم ان يتكلمون يجون الكويت يتكلمون بلغتنا احنا مو بس لغتهم الانجليزية، او احنا لما نروح هناك دول اجنبية هم نخليهم يتكلمون بلغتنا، لان اللغة العربية يعني لغة وايد حلوة وفيها معاني، ومثل ما تعرفون اصعب لغة، يعني اصعب لغة هي لان كل كلمة لها معنى باللغة العربية، فانا ننشر هاللغه هذه وهذه طموحاتنا. يعطيكم العافيه. السلام عليكم. My name is Alison Sean Price and I am the CEO and the founder of One World Actors Center, a multicultural company. I'm very, very pleased to be putting on this show at the Dar Al Athar Al Islamiyah. The show will be going to the Edinburgh Fringe Festival. It's a bilingual show and it involves children and adults from Kuwait. The National Council has been very, very supportive of all arts in the country and I think that this really impresses the whole world. They have supported this production. They supported the production that went to the Edinburgh Fringe last year. And we hope that we will show the thoughts of the children of war and the innocence of war all over the world in this show, The Blue Box, The Memories of the Children of War tonight. Thank you. Anyone. She was a part of me. You cannot just rip the heart out of a man. You cannot just cut off a piece of a person's soul. The day I lost her, I was standing in line at immigration. I couldn't understand the officer very well. My papers were not in order. Rima was worried about the doll she'd left behind in our village. And
I was not as kind as I could have been. Rima, stand still. To describe the loss of a child. It's a searing pain that brings you to your knees, begging, sobbing, crying. I vowed that I would find the person responsible and I would make them pay. The police did it for me. They caught the man. They caught the man, they put him in prison. And then they let him out for good behavior. Good behavior, was that all her life was worth? He was not hard to find. He didn't even try to hide. The next day, the police are at my door, telling me that I have no right to create my own justice. To me! That was justice. Mashed potatoes. That was Rima's last meal. They will come for me at any moment. Today I will be with Rima. Today is my happy day. Thank you for freeing me. وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أجندة ثقافية، على من اللقاء بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت وفعاليات وأحداث أخرى في بلدنا الحبيب الكويت من مختلف الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية. إلى ذاك الوقت نقول لكم فمان الله.